قالت النبي محمد ان البدايه كانت بالطريقه هي بالقوه وبالقمع وبالقهر. لهذا السبب اخواني المباركين اليوم عندنا عده نقاط، راح نبدا باول نقطه ونتبارك من اخونا هولاكو. نتشرف فيك اخي هولاكو بهالوقت، ربي يباركك حبيبي هولاكو، تفضل. نعمه وسلام اخويا العزيز ابو احمد وللاخوه اللي بيسمعونا كلهم، وبشكر قناة الآرامية علشان ادتنا الفرصة ان احنا نعرض افكارنا ونعرض الحلقة بتاعت اليوم. يعني فلو حضرتك تبدأ بصلاة وبعد كده نبدأ، اوكي انا جاهز. يعني إلهنا وفادينا ومخلصنا رب الأرباب وملك الملوك، ما أعظمك يا رب. نشكرك يا رب من أجل الخدمات اللي عم تكون، نشكرك لأجل القنوات الفضائية، نشكرك يا رب لأجل كل عمل عم تعمله بحياتنا لتتمجد أنت. نضع قلوبنا بين إيديك يا رب، بركة لكل الأخوة اللي عم يشاركوا معنا، بركة لكل الأخوة المسلمين حتى اللي عم يشتمونا ويحاربونا لأنه هن مش عرفانين الحق. نحن منصلي إلهم باستمرار يعرفوك أنك أنت الحق والطريق والحق، يحررون من عبودية الشرير. إلهنا وفادينا ومخلصنا رب الأرباب وملك الملوك، ما أعظم أن تجتمع أبنائك كله على كلمتك تحت ظلك يا رب، حتى نمشي ونعرف مشيئتك حسب إرشاد روحك القدس إلنا يا رب. لا تجعلنا نتكل على أنفسنا، بل نتكل عليك في كل كلمة عم نقولها إلهنا وفادينا. رب الأرباب وملك الملوك وقدس الأقداس، نضع قناة الآرامية بين إيديك يا رب. قوة من عندك، أنت اللي بترتب حاجاتنا، بترتب حاجات القناة لتستمر في نشر الدعوة، في نشر خلاص النفوس. بارك أخونا هولاكو في هالحلقة يا رب، أعطي حكمة ابنك أبو أحمد إنه يكون يتكلم حسب مشيئتك وإرادتك أنت. بارك الخدمة، بارك الأخوة اللي معانا اللي عم يشاركوا، بارك كل الأخوة اللي عم يكونوا. نطلب باسم الرب يسوع المسيح ولك كل المجد، آمين يا رب آمين. نعم حبيبي هولاكو، اليوم رح يكون أول نقطة رح نبدأ فيها بهالعنوان اللي مختارينه نحنا لحتى نبين للناس الحقائق الموجودة في هالدعوة اللي اجت بالقوة للبشرية جماعة. تفضل حبيبي هولاكو. تمام جدا، بشكرك يا أحمد على استضافتك لي يعني أو تقديمي. النهاردة حلقة مميزة جدا بعنوان دلائل النبوة لنبي فرض دعوته بالقوة. العنوان ببساطة شديدة يعني محتواه النهاردة هنناقشه بالدليل وبالبرهان، وهنناقش المحتوى ده من خلال عدة نقاط. حضرتك طبعا عايز تعرف ليه احنا اخترنا او معنى العنوان يعني، صح؟ هذا اللي حبينا اول نقطة نحكي فيها لأن العنوان ملفت للنظر أخي هولاكو، تفضل. تمام، هو دلائل النبوة على لما واحد مش أي حد يجي لنا يقول لنا أنا نبي، هنقول له يعني تمام وناخده بالأحضان ونصدقه. لابد للنبوة أن يكون لها دلائل. فهل النبي محمد كما يدعون هو نبي حقيقي؟ فالنهاردة هنناقش دلائل النبوة بتاعته، هل يوجد دليل على نبوة هذا الشخص؟ لأني كثيرون جدا ادعوا النبوة في الجزيرة العربية، كلهم عملوا ما فعله محمد ويمكن أكتر، زي مثلا مسيلمة أو مسلم ابن حبيب أو مسلمة ابن حبيب اللي بيسموه مسيلمة الكذاب، وزي الأسود العنسي وطليحة ابن خويلد وخالد ابن سنان ورقاب الشني وسويد بن الصامت وغيرهما. يعني أنا ليا بحث طويل عريض في
اسمه الأنبياء الكذبة في الجزيرة العربية، كلهم عملوا اللي عملوا محمد، كلهم قالوا إن جبريل بينزل علينا ولهم وحي ولهم مسجد ولهم مصحف ولهم أتباع ومؤذنين وليهم صحابة وغيرهم، فكلهم عملوا اللي عملوا محمد. فإزاي نعرف إن هذا الرجل نبي حقيقي وليس كباقي مدعين النبوة؟ فالنهاردة معنى عنوان الحلقة هو دلائل النبوة، إن احنا نناقش دلائل نبوة محمد. هل هذا الرجل ينفع إن احنا نحطه في مصاف الأنبياء، ولا هو مجرد نبي كاذب آخر من ضمن الذين ادعوا النبوة في الجزيرة العربية؟ اتفضل، ده معنى العنوان. نعم، يعني أول شيء إن احنا بنرجع للكتاب المقدس لما قال الرب يسوع المسيح: أحذروا من الأنبياء الكذبة، يأتونكم بثياب الحملان وهم في الداخل ذئاب خاطفة. منشوف أخي وهولاكو ببداية محمد، واللي أنشأ محمد مين؟ اللي أنشأ محمد حسب سورة العلق الآية رقم 1، واللي هو ورقة بن نوفل. يا ريت الكل إخواني المسلمين اللي معانا يتابع يشوف التفسير ابن كثير، منشوف ما لبس أن مات ورقة بن نوفل حتى فتر الوحي على محمد، دليل أنه صناعة ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل وخديجة زوجته، ورقة بن نوفل أخواني كان مطرود من الكنيسة ومطاردينه للتعليم الباطل اللي كان يجيبه كما قيل الكتاب المقدس: الذي يأتيكم من خارج هذا التعليم فاطردوه خارجا. انطرد، إجا بشيطان ورقة بن نوفل صنع هالفكر الشيطاني. ومحمد لما كان بالمدينة كان وديع، بمكة كان وديع وكتير لطيف، وآيات من أحلى ما يكون هي ضعيفة. لكن لما هاجر للمدينة وعاش مع صعاليك بني تهامة حبايبنا، منشوف شو اللي صار فيه ولوين وصل، صيته بالقوة وبالقتل وبالبطش وبالإجرام. هلأ في سؤال كتير مهم رح نكون مع أخونا هولاكو بهالنقطة هاي حبايبي، يا ريت الكل يأكد على السؤال لنشوف أخونا هولاكو كيف بده يحكي، كيف بده يشرح لنا يا. لماذا يرفض محمد كنبي من عند الإله، يرفض كنبي من عند الله؟ كده يا أخي كنبي من عند الله، هذا السؤال اللي بدنا نقعد نتناقش في أول نقطة بموضوعنا اليوم حبيبي هولا، تفضل. تمام، لماذا نرفض محمد كنبي حقيقي مرسل من عند الإله؟ ببساطة شديدة، لأن الراجل ده لما أنت تطبق عليه مقاييس النبوة، هذا الرجل يسقط من الوهلة الأولى، وهنشوف دلوقتي ليه. يعني هنشوف دلوقتي ليه. على سبيل المثال، حضرتك أنت ذكرت مثال جميل جدا جدا، إن هو الرجل ده كان في الأول بيدعو إلى الموعظة الحسنة وكده، وبعد كده لما راح المدينة وتمكن أصبح قوة رهيبة. على فكرة في بيت شعر قال اللي حضرتك قلته ده، بيقول لك: دعا المصطفى ظهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانبه وخطابه، فلما دعا والسيف سلطا بكفة له أسلموا واستسلموا وأنابوا، حاجة زي كده يعني. يعني بيقول لك إن محمد دعا ظهر بمكة ما استجابش لحد، ولما دعا بالسيف وتسلط السيف يعني سلط على أرقاب الناس، الناس أسلموا واستسلموا وأنابوا يعني. فده دليل إن يعني هم فضل حبيبي هولاك. في نقطة رئيسية هلأ إجت ببالي، وكتير نحن ما بنخطر ببالنا وما نفكر فيها. محمد إجته الرسالة وعمره 40 سنة، لعمر 53 سنة، 13 سنة بمكة ما جمع إلا 70 واحد تصديق لبيت الشعر اللي عم نحكيه إخواني، لأنه ما كان في قوة ولا كان في قتل ولا كان في بطش، كان بالوداعة باللطافة بالشيء اللي حسن. لما راح لصعاليك بني تهامة 13 سنة،
ما اجى الا 70 واحد، لما راح لصعاليك بني تهامه وهاجر ذا المدينه واجى بالسيف كما قال بيت الشعر اخونا هولاكو، ب10 سنين فرض على كل المحيط اللي هو فيه وطرد كل المشركين من مكه والمدينه الى اليوم. يعني بنلاحظ اخواني 13 سنه محمد بمكه اخي هولاكو ما اجى معه الا 70 واحد من اهل بيته كمان، لكن بعدين 10 سنين لانه مات وعمره 63 سنه، من عمر ال40 ل53 70 واحد، لكن من عمر 3 من عمر 53 ل63 10 سنين اجت كل القبائل العربيه بالسيف رضخت له. نعم تفضل حبيبي ولا أخو. بشكرك يا أبو أحمد، يا ريت القناة تكبر لي الشاشة. في سير أعلام النبلاء الذهبي، يا ريت القناة تكبر لي الشاشة، ثواني كده أنا راح أكبر لك الشاشة. نعم الشاشة معك حبيبي. بقول لك عار، يعني عشان تعرفوا أن محمد غير الاستراتيجية بتاعته من واحد كان يدعو بالحسنى وبعد كده تحول لدراكولا، يعني زي ما بنقول عندنا بالمصري اتمسكن لحد ما تمكن. نعم. الراجل غير استراتيجيته ازاي؟ بيقول لك عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل. عن جابر ايه الاخره؟ ده طبعا سير اعلام النبلاء الذهبي، نار على العالم. يعني بيقول لك كان رسول الله يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي إلى آخر الكلام. فبيقول إيه؟ بيقول إيه؟ الناس، فبيقول لك كان رسول الله في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب وفي كل موسم ويكلم كل شريف قوم. كان بيكلم ايه؟ اللي هم الاغنياء واشراف القوم. خد بالك، هو بدأ دعوته ان هو عايز يستقطب الناس اللي هم الاغنياء واشراف القوم. بقول لك فما كانش حد فيهم بيعبره، وكانوا يقولوا ايه؟ فلم يقبله احد، ويقولون قوم اعلم به: اترون ان رجلا يصلحنا وقد افسد قومه ولفظوه. فكان ذلك مما زخر الله للانصار. يعني بيقولوا الراجل ده جاي يصلحنا وهو افسد قومه. ازاي؟ لأني محمد بسبب علاقته بالصعاليق والمجرمين وقطعين الطرق كان عليه علامات استفهام كبيرة. إزاي الرجل ده نبي حقيقي؟ وإزاي الرجل ده يدعو إلى دين الحق وهو علاقته بالناس قطعين الطرق وإلى آخره؟ فهنا الناس لفظوا محمد لأنه بالنسبة لهم الرجل ده مفسد للمجتمع، قد أفسد قوم. فدي النقطة اللي حضرتك قلتها، وطبعا هدخل بالتفصيل. يا ريت يكبروا الشاشة للقناة عشان نكبس، وهدخل بالتفصيل. كل ما ندخل أكتر هندخل تاني في التفاصيل دي كلها، وعلاقته بجبل تهامة وعلاقته بالصعاليق بتوعهم وإلى آخره. لا هل القناة حبيبي هولاكو المؤلفة قلوبهم من قبائل العرب اللي كان قسم منهم، وقت اللي يدفع لهم يروحوا معه، وقت اللي ما يدفع لهم يرجعوا عن دعوته ويروا يكفروا فيه. نعم تمام جدا. استأذنك بس ان انا انزل واطلع تاني عشان في تعليقان. ماشي حبيبي. ماشي. شايفين اخواني هاي النقاط الرئيسيه اللي نحن رح نتناقش فيها اليوم، ولنسبه للجميع انه النبي محمد ما هو نبي من الله، لا هو عباره عن بلطجي فقط لا غير، يزرع الفتن والشر والشرور بين البشريه كلها.
ليس فقط لقومه. تفضل حبيبي هناك. تمام جدا. انا شايف في واحد مسلم تحت، يعني يا ريت يطلع لو هو حابب يناقش، يعني ايه عشان بدل الفرهضه دي يعني. طيب الظاهر انا لازم اخرج خالص، برضو لسه التعليق موجود. نعم. طب ثواني بعد اذنك. في حدا بيحب يشارك اخواني من حبايبنا المسلمين يطلعوا البوغيست ونحن بنطالعكم، اهلا وسهلا فيكم، ما في مشكله. حبايبنا الغاليين، ما عندكم اي مشكله، بنتشرف فيكم كلكم حبايبي الغاليين. اللي نحن حبينا نحكي فيه اليوم يا اخواني لحتى نبين حقيقه النبي محمد للمسلمين وغير المسلمين بنفس الوقت. شايفين اخواني؟ نعم. تمام، نكمل يا بحر، تفضل. تفضل حبيبي. كنا عم نحكي بالموضوع انه لما راح على صعاليك تهامة، بني تهامة بالمدينة، وبداية السراري اللي كان يبعتهم للسلب والنهب ويسلط عليهم، وكيف أغراهم أخي هولاكو هالنقطة هاي، لنشوف بداية دعوته للنبي محمد. تفضل حبيبي هولاكو. تمام جدا. احنا اتكلمت انا قبل كده في الموضوع ده في السابق، اللي هو لماذا نجحت دعوة محمد، واتكلمت في علاقة محمد بالصعاليق، والصعاليق دول اللي هم زي قطاعين الطرق كده، الناس اللي هي بتشاهد المسلسلات المصرية زي مسلسل ذئاب الجبل او حتى زي فيلم الجزيرة والى اخره، اللي هم قطاعين الطرق اللي عملوا جرائم معينة وبعد كده هربوا على الجبال والقبائل بتاعتهم تنصلوا منهم يعني. فهنا حصل حاجة غريبة جدا جدا جدا، لازم ان احنا ننوه عنها يعني. ولو ان يعني دي كانت حاجة سابقة وقتها، بس مش مشكلة، ممكن نبدأ برضو بصعاليق جبل تهامة مدام فتحتها حضرتك. خلينا نفتح ان صعاليق جبل تهامة دول ناس غضبوا المرة لانهم كانوا قطعين طرق. خلينا نشوف كده مصدر جميل جدا في الطبقات الكبرى لابن سعد، وده طبعا نار على علم. هو صوتي واضح يا ابو احمد؟ لا واضح كتير، ما في اي مشكلة. نعم تمام. يا ريت تكبروا لي يا شباب. مطاريد الجبل، برافو عليك يا مريم. مريم مصحصحة معي. هم فعلا مطاريد الجبل اللي هم الصعاليق. خدوا بالكم محمد صلى الله عليه وسلم، ما نعرفش ازاي يعني، عمل ايه وغير ازاي فكره واستراتيجيته في استقطاب الناس. عمل حاجة خطيرة جدا يا ابو احمد، ركزوا معايا جدا في اللي انا بقول. بعت رسالة لصعاليق جبل تهامة بيساومهم، قال ايه؟ خد بالك يا بحر. وكتب رسول الله، طبعا ده خلينا نقرا المصدر، كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، نار على عالم طبعا الطبقات الكبرى، يعني مش محتاج ان احنا نتكلم فيه. بيقول لك ايه؟ وكتب رسول الله لجماع كانوا في جبل تهامة قد غضبوا المارة. غضبوا المارة يعني ايه؟ الناس اللي هي القوافل وكده، نهبوها من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن اتبعهم من العبيد. فلما ظهر رسول الله وفد منهم وفد على النبي، ماشي، فكتب لهم. خد بالك بقى ايه هنا بقى ايه، نبدأ نركز. فكتب لهم رسول الله رسالة بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، هذا كتاب من محمد النبي، أو بالعافية كده، لعباد الله العتقاء. سماهم عباد الله العتقاء. يا عم عتقاء ازاي؟ دول عاملين مصايب وجرائم وقبائل بتاعتهم تنصلت منهم وهربانين في الجبل، مطاريد الجبل زي ما قالت مريم. قال لك ايه؟ لعباد الله العتقاء، انهم، خد بقى المساومة هنا، انهم ان آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر
ومولاهم محمد. يعني لو هم دخلوا الإسلام العبد منهم يبقى حر، بس على شرط أنا أتأمر عليهم، خد بالك، ومولاهم. فعبدهم حر ومولاهم محمد. بص بقى إيه البنود الاتفاقية عملت إزاي، قال إيه فيها: ومن كان منهم من قبيلة لم يردوا إليها، يرد إليها، يعني اللي عمل جريمة في القبيلة بتاعته ما يرجعوش يتحاسب، يا نهار اسود. ومن كان فيهم من دم أصبوه أو مال أخذوه فهو لهم، لو هم سارقين سريقة ولا أكلين قتيل خلاص يعني حلال عليهم المال وهم أحرار يعني. وما كان باللغة الإسلامية نعم. وما كان لهم من دين في الناس رد إليهم، أما بقى لو هم مدينين الناس ياخدوا حقهم، ولا ظلم عليهم ولا رسالة محمد. كبروا الشاشة يا شباب. لما نيجي نحلل رسالة محمد لصعاليك جبل تهامة، ومن كان منهم من قبيلة لم يردوا إليها، يعني لو واحد مطلوب من للقبيلة بتاعته ما يرجعوش مع أنهم مجرمين ومطالبين من القانون والقبائل بتاعتهم وإلى آخره، ونصب نفسه والي عليهم. وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم، يعني جعل جرائمهم والسرقات بتاعتهم حلال لي. وما كان لهم من دين في الناس رد عليهم، يعني لو هم مدينين الناس يترد عليهم يترد لهم الدين. يا ريت القناة تكبر الشاشة بتاعتها يركزوا معايا، يعني إذا في مين معنا على القناة يا ريت يركزوا معايا شوية، يعني إيه علشان الناس تكبس يعني. ماشي شكرا يا شباب، لو سمحت تكبيس وشير، انا عايز اوصل 100,000 في اول ساعة. هل ينفع ان احنا نوصل 100,000 في 100 ساعة في 100 ساعة في اول ساعة؟ يا ريت. هاي نقاط رئيسية يا حبايبي، منشوف نحن انه اللي بيعمل عمل المافيات هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام العظيم. بالضبط بالضبط. يعني ولا ظلم عليهم. الرسالة اللي بعتها زعيم مافيا، تعوا صيروا تحت أمرتي أنا بوصلكم للي أنتوا بدكم إياه. بالضبط. أنتوا بدكم إياه يعني. بالضبط بالضبط. وخد بالك من حاجة، كلمة ولا ظلم عليهم ولا عدوان، يعني حماهم وأبرأ ذمتهم. نعم. مع أنهم أكبر جماعة خطر على المجتمع. فالرسالة هنا يا أبو أحمد بتكشف ترقص محمد على الصعاليق في صيغة بتحترم أسلوب حياتهم الصعلوقية ومبادئهم في قتل وسلب الناس. عشان كده هتلاقي إن هناك قادة من يعني قادة مسلمين كانوا من الصعاليق أصلا، زي زنيم الدؤلي. الراجل ده بيقول لك ذكر الواقدي أنه كان خليعا في الجاهلية، أي لصة. وأبي ذر الغفاري رجل من كبار الصحابة بقول لك كان يصيب الطريق وحده، يتفرده يقطع الطريق وحده، كان قطع طريق. وعن أبي سعيد الخدري كان بيقول لك كنت في عصابة من المهاجرين جالسا معهم، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، لأن الصعاليق طبعا كانوا ما فيش ولا ملابس ولا نساء وكده، فكانوا عرايا في الصحراء. فيا عالم ممكن كانوا بيفرغوا شهوتهم في بعض، كلهم شواذ اصلا يعني. فهنا هنلاحظ ان محمد ادرج الصعاليق ادراجا كليا في المجتمع الاسلامي بلا محاذير ولا تحفظات، واستمر عدد كبير منهم في الاسلام الى قطع الطريق ويتربصوا بالقوافل والى اخره. لان هو ايه اللي اتغير في سلوكهم ما بعد ما قبل الصعلقة وما بعد الإسلام؟ ما فيش حاجة تغيرت، ما فيش حاجة تغيرت، نفس الشيء. فأنا بشكرك برضو للسؤال ده، وإنك أنت ذكرت جبل تهامة. تفضل ندخل في السؤال اللي بعده، يعني السؤال الثاني. لو معلش في معنى فسحة من الوقت حبيبي هولاك، وفي نقطة رئيسية كمان منشوف شلون استخدم الصعاليق. أول شيء قال له للصعاليق
بدنا نروح ونغزي والمال غنائم الكل. حلو، طيب اثنين شو اللي بده يساوي؟ قالوا له طيب يا رسول الله واذا متنا؟ قال لهم خلاص اذا متوا عندي، انتم بالسماء عندهم منكم 70 حورية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني حسب ضمن لهم اياها ارض دنيا وسماء، مثل ما بقول اخرة ودنيا واخرة. بنيجي كمان بنشوف اول سرية بعتها على قوافل ابو سفيان وقريش. بكل التفاسير اخواني المسلمين يا ريت تدققوا في عبارة كان عم يقول بده يضيق على قريش اقتصاديا، هذا هو بده يضيق على قريش اقتصاديا النبي محمد. شايفين اخواني؟ هلا بدنا نشوف في عنا سؤال هون حبايبي، السؤال الثاني اللي عم يطرح نفسه بالنسبة لهالموضوع هذا، منشوف نحن هون للمسلمين يلي ما زالوا إلى اليوم بالإسلام وعايشين، ودرجة الغباء اللي عم يكونوا فيها. السؤال كالتالي: لو أن محمدا فرض دعوته بالقوة، لماذا للآن يوجد مسلمين؟ هي سؤال خطير وبيجوا بيحاجونا فيها، نحن مليار ونص مسلم. نعم، سؤال خطير جدا جدا جدا. يا ريت يا شباب كبروا برضو الشاشة بتاعت القناة عشان نوصل 100,000 اخواني، ربي يباركون. نعم، والسؤال ده مهم جدا جدا جدا. لو كان، وده المسلمين فعلا بيحاجونا بيه لحد دلوقتي، بيقول لك لو ان محمد فرض دعوته بالقوة لماذا يوجد لحد الان مسلمين بالملايين؟ يقول لك احنا امة المليار ونص. طب لو محمد زي ما انتوا بتقولوا كان سفاح والى اخره، لماذا يوجد الان مسلمين؟ هقول لكم حاجه جميله جدا جدا جدا. بس هديكم صوره، يا ريت تكبروني وبعد كده ايه ترجعوا الشاشه تاني. هوريكم صوره رائعه جدا عن كيفيه، هقول لكم ليه في مسلمين لحد دلوقتي. الصوره دي اسمها صناعه الغباء او كيفيه صناعه الغباء. عباره عن 5 قرود ماشي، وفي سلم، واعلى السلم في موز. ايه اللي انا عايز اقوله لكم؟ العلماء قالوا، انا عايز بس ايه، هل كده احسن؟ كده احسن صح؟ الشاشه كده احسن، مبينه افضل ولا كده؟ ايه هيك، نعم تمام. طيب، هي عموما التجربه دي عن كيفيه صناعه الغباء. العلماء عملوا ايه يا ابو احمد؟ يعني عملوا تجربه عن كيفيه صناعه الغباء، جابوا 5 قرود، 1 2 3 4 5، وحطوهم في أوضة، وأعلى الأوضة حطوا موز وجايبين سلم. فأول حاجة بيعملها القرد بيعمل إيه؟ طلع يتمخطر علشان يروح يجيب الموز، يروح جايين رشين مية ساقعة على باقي القرود، خد بالك. فبدأ يكرروا العملية دي كتير، فكل ما يطلع واحد يرشه على الباقي مية ساقعة، زي ما انت شايف القرود كانت غضبانة. فالقرود بدأت تفهم ان اللي بيطلع يجيب الموز ده بيضرهم، لان بسبب ما بيطلع بنتضرب احنا او بيترش علينا مية ساقعة. فراحوا جايين عاملين ايه بقى، قاعد يستمر يعني الموضوع ده كذا مرة. بعد كده غيروا القرد ده بقرد جديد، قرد جديد خالص ما يعرفش الحكاية دي. فعمل ايه؟ اول حاجه القرد الجديد طالع يتمخطر ترك 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 عشان يجيب الموز، تمام. راحوا جايين برضو رشين ميه على الباقي، وراحوا جايين ضربينه، راح جاي القرود ضربينه ليه؟ لانه بيتسبب في اذاهم.
يعني بعد ما بعد كده طلع يجيبها، راح جايين القرود ضاربينه. ضاربينه ليه؟ لان بيترش عليهم ميه ساقعه. فبعد كده القرد الضرب نزل، راحوا جايين مغيرين قرد جديد، وجابوا واحد من القدام يعني بدلوه بواحد جديد. اول حاجه القرد الجديد طالع يعملها، راح يجيب الموز، فلقوا ان القرود الاربعه التانيين ضربوه، منهم القرد اللي اتضرب قبل كده من غير ما يعرف السبب الاصلي انه كان بيترش عليهم ميه. فهمني؟ نعم. القرد اللي هو اتضرب لما جه يطلع يجيب موز ضربوه، وهو ما يعرفش السبب الاصلي ان القدام كان بيترش عليهم ميه. انت لو جيت تسال القرد ده هتقول له يا حبيبي طب انت ضربته ليه؟ اقول لك ما اعرفش، انا شفت الاباء بتوعي ضربوني لما انا طلعت اجيب الموز، من غير ما يعرف السبب الاصلي انه كان بيترش عليهم ميه. نعم. هكذا تمت صناعه الاسلام. وحتى الاسلام اللي غيروا كل القرود، خلاص اللي بده ياكل اكل منه صار هي الدرب. فهكذا تمت صناعه الاسلام. الاسلام في الاول كان اللي دخلوا فيه المستفادين ماديا، او اللي دخلوا تحت اكراه السيف، زي ما قال القرضاوي جملته الشهيره: ولولا حروب الرده ما بقي الاسلام. لولا حق نفس لانقرض الاسلام. بالظبط. فهتلاقي الاجيال الاولى اللي هم كان بيترش عليهم ميه زي ما احنا هنقول القرود، تمام، تلاقي بعد كده جيل من بعد جيل من بعد جيل بدا نلاقي مسلمين لحد دلوقتي ومتعصبين جدا لفكرتهم وبيدافع عن الاسلام بشراسه. انت لو جيت تسال واحد زي ده، انت حبيبي عارف الإسلام في البداية انتشر إزاي؟ عارف إن ممكن يكون أجدادك كانوا مسيحيين مثلا ودخلوا الإسلام تحت إكراه؟ ما هو ده ما يعرفش السبب الأصل. فهكذا يعني بكيفية صناعة الغباء نفس الحكاية تم صناعة الإسلام. ده الرد على سؤال حضرتك: لو أن محمد فرض دعوته بالقوة لماذا يوجد لحد الآن مسلمين؟ يعني فضل. وحتى لو منشوف حبايبي الغاليين، معظم علماء الإسلام شو بتقول؟ بتقول كل من يقرأ ويتعلم من القرآن يترك هذا الدين، أو كل من يدرس لم يبقى بهذا الدين إلا جاهل. أي جاهل؟ يلي عايش من وقت اللي بيولد. أنا في مقولة إلي حكيتها وأنا واثق منها: حتى لو درس بجامعات وأكاديميات ولغات وعلوم، لكن المسلم حبيبنا المسلم من وقت اللي بيولد العقل والمخ تبعه بيضل بالجلاتينة ما بينفتح ليموت. ممكن يكرر كالببغاء. ليش؟ لأنه تعليم القرآن بحد ذاته حبايبنا الغاليين ممنوع أنك تفكر أبدا، بدك تطيع وتنفذ، نفذ ثم اعترض، مثل القوانين العسكرية أو قوانين المافيات أخواني، ما بيصير تكون فيها نهائيا. بنيجي هلأ حبايبي في عنا سؤال بشغلة بسيطة. هلأ نشوف يا حبايبنا النبي محمد دعوته كانت بالمحبة والسلام، هل دعوة النبي محمد كانت بالورود؟ هل كانت دعوة النبي محمد لما دخل عمرو بن العاص ولا خالد بن الوليد وفتحوا العراق وغزوا على العراق وسوريا وشمال أفريقيا عقبة بن نافع، هل كان لديهم قرآن يقرؤونه؟ هذا اللي بدنا نشوفه اليوم، كيف انتشرت دعوة النبي محمد والإسلام للعالم أجمع حبايبنا الغاليين. تفضل حبيبي هولاهو. تمام جدا. بيقول لك: وروي أن النبي كان يستفتح بصعاليق المهاجرين، يعني ده في كتاب جامع الرسائل لابن تيمية، أن النبي كان بيستفتح البلاد بصعاليق المهاجرين. في واحد اسمه الأقرع ابن حابس، يا ريت يا جماعة شير لو سمحت، شير وتكبيس. أنا معرفش هل إحنا لسه على البث بتاع قناة
قناة الأرامية على الفيسبوك ولا لا؟ مش عارف هل اللي احنا لسه، لاني جالي تحذير على حبايبنا الغاليين، فضلا وليس امرا يا اخوان حبايب المسلمين، اذا حدا بيحب يشارك معنا ويناقش بالنقاط اللي نحن فيها بنرحب فيه. اخواننا المسيحيين كمان، اي اخ واخت عندهم مشاركه عندهم شيء بنرحب فيكم كل وقت. نعم تمام جدا. طب نشكر ربنا، طلعت على الفيسبوك يظهر ان هم بلغوا على صفحتها، انا هقول لكم على الفيسبوك مش على القناه. طب نشكر ربنا انها موجوده على القناه، مش مهم انا يعني. بص، في واحد اسمه الاقرع ابن حابس قال كلمه خطيره جدا جدا، كبروني برضو وبعد كده رجعوا القناه تاني. يلا يا شباب، تكبيس كده، تكبيس مش عاجبني جدا يعني. ما راح نقدر نكبس اذا كبروا. ماشي كبروني بس، اعطينا الرقم بيتابعوا الاخوه اللي معانا حبيبي هؤلاء. لا 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 عادي، ما بسرعه هرجع يعني. بصوا، في صحيح مسلم في واحد اسمه الاقرع ابن حابس قال كلمه جميله جدا، هي تختصر دعوه محمد. قال لك ان الاقرع ابن حابس جاء الى رسول الله فقال للرسول ايه؟ انما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب وجهينة وأحسب جهينة إلى آخر الكلام. الروي يا أخواني، ها بالضبط يقول لك أن إنما بايعك سراق الحجيج. سراق الحجيج يعني الناس اللي هي بتسرق الحجاج قطعين الطرق. الراوي أبو بكر نفيع بن الحارس، المحدث مسلم، المصدر صحيح مسلم، الصفحة 2522، خلاصة حكم المحدث صحيح. وعلى فكرة ده مذكور أيضا في صحيح البخاري، تخيل نفس الراوي وصحيح البخاري والصفحة 3516. إنما بايعك سراق الحجيج، إنما بايعك سراق الحجيج، يعني الناس قطعين الطرق هم اللي اتبعوك. فردا على سؤال حضرتك، كيف انتشر الإسلام؟ انتشر الإسلام بالسيف، يعني أمر لا جدال فيه أن محمد نشر دعوته بالسيف زي ما قال الأقرع بن حابس وغيره يعني. فهل أنت عندك إضافات يا أبو أحمد ممكن تضيفها لنا؟ عندك سؤال ممكن نتكلم يعني فيه؟ لان انا يا ريت تكبروا صوره الاخ هناك وحبايبي، ترجعوا لصوره القناه، خلينا نكبس لانه انا بعد اذنكم عزمناكم اليوم بالقناه، ربي يبارككم يعطيكم الصحه. الموضوع الثاني اخواني حبايبي الغاليين، هلا رح نجي على شخصيه محمد بالذات. كثير ناس بيقولوا شخصية محمد رح تاخذ منا وقت كتير كبير. شايفين اخواني، انتشر الاسلام بالسيف. في عند منا اخواني اي فتح بدكم اياه، عند منا صورة التوبة 29 بالنسبة لنشر الاسلام. بعدين ننتقل للسؤال اللي بعده، اذا من عندهم على الاصابع اخواني شوفوا مين لازم تقاتل انت يا مسلم. وجهاد الطلب ما حدا ينسى من المسلمين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله عن أهل الكتاب، يأتينك بجزية عن يد وهم صاغرين. أنت المسلم شغلتك بهالحياتي بس تقتل البشرية لحتى تنشر دعوتك وتأخذ أموال الغنائم ونساء سبايا وتحتل أراضيهم. منشوف إن في عنا آية بالقرآن بسورة التوبة 28 شو بتقول؟ إنما المشركون نجس لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فإن خفتم عيلة. لما قالوا، لما نزلت الآية قالوا له للنبي المشركين نجس لن يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ركضت الصحابة، يا رسول الله نحن رزقتنا على المشركين والناس اللي عم تعمل تجارة واللي عم تعمل بزنس واللي عم تجي تحج. قال لهم لا،
فإن خفتم عيلة فسوف يرضيكم الله من فضله. شو بده يرضينا؟ بسورة التوبة 29. عم نشوف كيف عم ينتشر الإسلام، مو بس الإسلام والغباء أخواني. أي مسلم يروح يسأل شيخه اليوم ويقول له شيخه يا غاليين، يقول له شيخي بتسمح لي أقرأ بالتوراة والإنجيل؟ شو بيجاوبك؟ أي مسلم يروح يسأل اليوم حبايبي الغاليين أي شيخ كيف الله، بيقول لك ولا تسألوا عن أشياء أن تبدو لكم تسوقكم، وبيقول لك المقولة اللي ضومن معه أبو بكر وعلي، الإدراك في الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك. المهم شلوا عقلك أخوي المسلم، المهم أنت ما تشغل فكرك ولا تشوف اللي عم يكون قدامك. ليش؟ لحتى تعيش إنسان مغيب عقليا وذهنيا، ما يكون لك أي مقدور ولا أي مكان. شايفين حبايبي الغاليين؟ منيجي هلأ عنا سؤال كتير رائع وحلو أخواني، بدنا منكم أنتم كل الموجودين معنا، بدنا من الأخ هولاكو بالذات، شو هي دلائل نبوة محمد؟ أو قبل ما نسأل هالسؤال حبيبي، خلينا نسأل ليش نحن عم نرفض النبي محمد؟ ده محور الحلقة بصراحة. نعم. ده حاجة حلوة قوي 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 إن احنا نتكلم في الموضوع أو صلب الموضوع. نعم. طيب هندخل النهاردة في دلائل النبوة. هل الراجل ده لو احنا حطناه يعني بميكروسكوب كده ندور على مقاييس النبوة بتاعته، هل الرجل ده يصلح ان هو يكون نبي؟ من الجدير بالذكر او ان في ناس قدماء، مجادلين قدماء، اتكلموا على الموضوع ده، يعني الموضوع ده مش وليد العصر الحديث ولا اختراعات مننا، لا احنا اضفنا. دايما اقولها كده، ان احنا بنبني على مجهود الآخرين، والأجيال اللي جاية هتبني على مجهودنا، لازم جيل بيسلم جيل. نعم. من الرسائل الجميلة جدا 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 في المجادلات الدينية، بس أرجو الإخوة إن هم يكبسوا لو سمحت، يعني قربنا نوصل ساعة وما وصلناش 100,000 زي الهدف بتاعنا. هل ممكن في 10 دقايق نوصل 100,000؟ متهيألي مستحيل، صح؟ مستحيل بن... نعم. يعني أنا مش عارف، هتبقى ده تحدي كبير إنكم توصلوا في 10 دقايق 100,000. تمام. في رسالة خطيرة جدا، رسالة الكندي إلى الهاشمي. رسالة الكندي إلى الهاشمي، واحد اسمه عبد الله بن إسماعيل الهاشمي بعت رسالة لواحد اسمه عبد المسيح بن إسحاق الكندي. فرسالة الكندي إلى الهاشمي، هو بعت له رسالة والمسيحي اللي هو عبد المسيح الكندي بيرد عليه. أنا عايز أقول لك إن هو دمر نبوة محمد من خلال الرسالة دي، فاداله بعض من مقاييس النبوة أو دلائل النبوة. خلينا نفتح كده الشاشة ونشوف الراجل ده قال له ايه. تعالوا كده نشوف. معلش انا غلبتكم النهاردة فتح شاشة عشان كده انا وصلناش 100,000 بسرعة، عشان انا عندي مصادر كتير. بصوا يا شباب، دي رسالة الكندي الى الهاشمي، ادي اهي رسالة عبد الله بن اسماعيل الهاشمي الى عبد المسيح بن اسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام، ورسالة الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية زي ما بيقولوا في أيام الأمير الخليفة العباسي المأمون سنة كام؟ 247 هجريا، يعني مبكرة جدا، مبكرة جدا يعني. فبيقول إيه؟ خد بالك، اداله من مقاييس النبوة
بقول له ثم أنه، وركزوا معايا في الكلام ده لأنه كلام خطير جدا يا شباب، ثم أنه بعث أول بعثة حمزة ابن عبد المطلب في 30 راكبا، يعني بعت حمزة ابن عبد المطلب مع 30 فارس إلى العيس من بلد جهينة يعترض عير قريش وقد جاءت من الشام، فلقى أبا جهل ابن هاشم في 300 رجل من أهل مكة. هنا المفروض محمد باعت حمزة في 30 رجل، فقابل أبو جهل، أبو جهل ابن هاشم في 300 رجل. بقول لك إيه؟ فافترقوا لأن حمزة كان في 30، فخاف لقاء أبي جهل وفزع منه، فلم يكن بينهما قتال. هتقول لي طب والكلام الحلو ده ينسف نبوة محمد، أو هل ده من دلائل كذب محمد؟ أقول لك 100%. طبعا كل اللي بيسمعوني لو كانوا هم جداد في الإسلاميات هيقول لك إيه المشكلة يعني؟ لا يا حبيبي، أنت كده ما تعرفش حاجة. ليه؟ لأني لو الراجل ده نبي، بص بقى عبد المسيح الكندي وعظمته، الراجل ده لازم نفرد له حلقات لوحده، الرسالة دي لازم أفرد لها حلقات لوحدها. بقول له فأين شروط النبوة في هذا الموضوع؟ من قول الله في التوراة المنزلة من عنده لموسى، حيث وعده أن يدخل بني إسرائيل الذي أخرجهم من مصر إلى أرض الجبابرة المسماة أرض الميعاد وهي أرض فلسطين، أن الواحد يهزم 1000 والإثنان يهزمان ربوة، وكذلك كان فعله على يدي يشوع بن نون المتولى إدخال بني إسرائيل أرض الميعاد ومحاربة أهل فلسطين. فهذا حدا ما يطلب به صاحبك في هذا الموضع من علامات النبوة والرسالة. فين هنا دلائل النبوة على محمد؟ المفروض ده لو نبي حقيقي أن الواحد يهزم 1000 والإثنان يهزمان ربوة. فلو هو محمد كان في 30 راكب، المفروض الراجل ده لو مؤيد من الله، المفروض 30 دول هيهزموا 300. لكن بصينا لقينا ان هم افترقوا وما كانش فيه بينهم قتال لانه خافوا لقاء ابا جهل. تمام. طيب فهنا بيقول لك فين هنا مقاييس النبوة، فين هنا ما يطلب به صاحبك في هذا الموضع من علامات النبوة والرسالة، فين هنا دلائل النبوة؟ المفروض ده لو نبي حقيقي من عند الإله أن الواحد يهزم 1000 والإثنان يهزمان ربو. معنا أستاذ رامي بيقول لي عايز يعني معترض على كلامنا. أنا بعت لك دعوة يا أستاذ رامي، تفضل كده وورينا رجولتك في الحوار، وبعد كده تعالى اتكلم على القراءة والكتابة وقول لنا احنا غلطنا في ايه. انا بعت لك دعوه يا استاذ، اتفضل تاني مره. يلا يا استاذ رامي لو سمحت اطلع وريني ايه اللي احنا قلناه غلط في ده. يلا اطلع وخليك رجلا، ما تعملش زي الرسول في غزوه احد وتضحي باخواتك. يعني المشكلة يعني بيتكلموا في القراءة والكتابة وعندهم حديث الرسول بيقول لك من يتتعتع في قراءة القرآن وهو عليه شاق فله أجرين. علينا يعني، يعني قراءتنا صحيح ما علينا. فهنا بيقول له هنا أين شروط النبوة؟ المفروض أن الواحد يهزم 1000
والإسنان يهزمان ربوة. فين هنا مقاييس النبوة؟ وبعد كده برضو يعني ده الغزوة الأولى، وبعد كده اداله الغزوة الثانية بيقول لك ولنذكر أيضا غزوة صاحبك الثانية. كبروا الشاشة للحلقة لو سمحت. بيقول لك ولنذكر أيضا غزوة صاحبك الثانية لعله يكون لها لك فيها أدنى جواب. كبروا الشاشة للقناة لو سمحت. بيقول لك وفيها بعث عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب في 60 راكبا ليكون ضعف العدة الأولى فيقوي قلوبهم إلى بطن رابغ بين الأبواء والأكحفة. بيقول لك فلقى أبا سفيان ابن حرب، وأبو سفيان كان معاه كام 200 فارس، فكان بينهم من الدماء وما قد علم، ثم رضعوا فما رأيت أحدا من الملائكة أعانهم على أمرهم بشيء. برضو جاب له غزوة تانية ان كان معاه 60 راكب وبعد كده لا. نعم خلينا نشوف الأخ أكمل بس الحتة دي لأنها مهمة. فبيقول له هنا فين جبريل؟ هل فين هنا جبريل اللي هو هل جبريل حارب مع محمد في الموضع ده؟ وبرضو قبل ما ناخد الأخ المسلم اللي معانا اداله غزوة تالتة، قال لما بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار خارج الجحفة في 20 رجلا علشان يعترضوا عير قريش، بيقول لك فقد خاب أمله، وبعد كده لقى إن العير بتاع قريش سبقتهم. فبرضه بيقول له فين هنا علامات النبوة؟ زي ما مثلا ما فعله النبي صموئيل بشاول. يعني المفروض إن النبي لما ذكر ان قيس ابن ابا شاول لما ضاعت له الاتان وكده، فقال له انت هتلاقي الاتان بتاعتك وهتبقى لك وهتبقى ملك ويبقى لك شان عظيم، هكذا تقوم مقاييس النبوه. ففين هنا دلائل النبوه في الموضع ده؟ خلينا نسمع اخونا المسلم. تفضل اخوي الكريم. تفضل حبيبنا الغالي. مساء الخير. مساء الورد ابو احمد، شلونك اخبارك؟ اهلا وسهلا اخوي. سلامات. اهلا وسهلا اخوي. انت انا اتشرفك بيك. انا من كرد العراق بس عايش بالترقية. اهلا وسهلا. سر سراو سر شعبابري من شوق. يا عزيزي يا شابيتا ما شدكم شابيتا ما شدكم مامو. اهلا وسهلا حبيبي. عندك اي سؤال؟ عندك اي شيء حبيبي تفضل، لانه نحن على الارامية وعلى موضوع على دلائل نبوة النبي محمد. تفضل ابو أبو أحمد. أحب كل مرة مناقشتك على دين الإسلام، أحب تغير مناقشتك يعني باحترام الشيء. ديانة النبوية محمد صلى الله عليه وسلم مثل ديانة كل الأنبياء الأخرى، يعني كل الأنبياء على هو طريق الحق. قربان أبوي أبوي، نحن عم نحكي هالنقاط هاي وانت عليك، نحن عم نفرجيك النقاط الرئيسية، وانت كمسلم قربان حقك تميز وتشوف فيها الصح من الغلط، لحتى ما نكون نحن مسلمين بغباء كما حكينا على المثل اللي صار تبع القرود اليوم. لا، نحن بدنا نكون مسلمين نقرأ الإسلام. وأنا لهالسبب بكرر لكل أمة الإسلام حبايبنا المسلمين كلكم على عيني وراسي، وأنا ما عندي خلاف مع أي مسلم، فقط خلافنا أو لحظة بنفرة خلافنا الرئيسي عم يكون هو على تعليم القرآن وتعليم النبي. هذا اللي عم نقعد نصحه من الله. شايفين حبايبي؟ أما المسلمين هن المغرر فيهم مش عرفانين شيء. تفضل حبيبي. أنا شوي مشغول بعدين نكلم. تمام أبو أحمد. أهلا وسهلا، بتشرفنا أخو. أهلا وسهلا جارك يدنور. أهلا وسهلا. نعم، هذا الشاب كردي إخواني يطلع معي كتير وبيسأل عدة نقاط، بس للأسف مسلم ليش ما بيعرف على أنا بيحكي، ولا بيعرف يقرأ القرآن ولا بيعرف يقرأ الحديث مظبوط. على شو مسلم ما بيعرف؟ هذا دليل
النقطة اللي حكاها أخونا هولاكو، طبعا مثله كثير حتى اللي بيقروا القرآن أخواني ما بيفهموا معاني. بنرجع للنقطة الرئيسية اللي كان عم يحكيها أخونا هولاكو حول نبوة النبي محمد. حراج على أي مسلم يجيب لي ب 6236 آية قرآنية نزلت جاء تنبأ في النبي محمد وصار مستحيل. كان لما راحوا على غزوة بدر إخواني الله فلا غالب لكم، نزلت بسورة الأنفال الآية 65 إن يكن منكم 20 يغلبون 2000 يعني الواحد بعشرة. لما راحوا على غزوة أحد حبايبي ورباعيته للنبي محمد وتخبى وراء النساء والقهر جيش الإسلامي، شو نزلهم بالأنفال 66؟ الآن نزل جبريل لأنه عم يعطينا محمد اللي بده، طبعا لا في جبريل ولا في أي شيء. شو بيقول؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ليش أول ما كنتم تعرفوا أن نحن ضعاف؟ لا، أول بعد ما انتصروا أن ينصركم الله، بعد ما انهزموا الآن خفف الله عنكم، يعني كل شيء بيحطه باسم الله. هل هذا يا أخواني عمل نبوة؟ هل شفنا نبي من الأنبياء العهد القديم لما بيمشي كان بمشيئة الله بإرادة الإله الحقيقي مش إله الشر والشرور؟ لا بينغلب ولا بينكسر أي نبوة كانت تتحقق. هي الأنبياء الصادقة واضحة للملأ، أما شو هي النبوة اللي حكى عنها محمد وتحققت؟ ما في. شو هو الشيء اللي أعطانا تعليمه النبي محمد؟ ما في. شو هو الصلاح اللي يفيد البشرية؟ ما في. كثير من المسلمين بيقولكم علمنا الطهارة، طيب علمكم الطهارة حبايبي، أتمنى من كل المسلمين ياخذوا الحديث رقم 1374 بصحيح البخاري، والحديث صحيح وعن ابن عباس الراوي ابن عباس، وبصحيح مسلم كمان بنفس الرقم اخواني. شو بيقول؟ شوفوا هذا اللي علم الطهارة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه الطعام فأكل ولم يمس ماء. قال زادني عمر بن دينار عن بن سعيد الخويري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم تتوضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ، يعني قالوا له ما خسلت، قال له ما كنت ناوي صلي، أكل وجاي من الغائط، والغائط طبعا النبي في حديث ثاني كان يمسح خلفيته بثلاث حجرات، يعني أكل اللي عم يتباهوا فيه المسلمين. علمكم الطهارة، هي الطهارة. منشوف نبي كان يتهم الأنبياء الأنقياء مثل الأنبياء اللي ذاكرون هو إذا النبي إبراهيم ولا داود ولا الأنبياء كلها، كان يقول أخواني الغاليين نحن معشر الأنبياء قد ابتلينا بالقمل. من قذارة النبي محمد والوضع اللي هو فيه بالصحراء لا كان يتنظف ولا كان شيء، كان يقول هذا الحديث. والحديث أخواني اللي بيحب يأخذ المرجع تبعه بصحيح السلسلة الصحيحة الصفحة والرقم 76 على 5 خلاصة الجزء الخامس خلاصة حكم المحدث صحيح. نبي ابتلي بالقمل، نبي أكل بدون ما يخسل إيديه، نبي بهالقذارة. هاي شو هي الطهارة اللي علمها للمسلمين؟ هاي اللي بدنا نشوفها. شو هو الشيء اللي جابه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفات فيه البشرية؟ شو هي النبوة اللي قاله وتحققه للمسلمين؟ ما منشوف ولا أي نبوة ولا أي شيء أخواني الغالي. هذا إذا بدل على شيء، بدل على أنه النبي ما هو
من الله؟ لا، هو كزعيم مافيا مثل ما قال اخونا هولاكو باول شيء. نعم، تفضل حبيبي هولاكو. بشكرك يا ابو احمد. يا ريت يا شباب تكبيس لو سمحت، يا ريت تكبيس لو سمحت عشان نوصل 100,000 يعني. انا برضو حابب ان انا اقرا شويه من الرساله بتاعت الكندي الى الهاشمي. نعم. في حاجه تنسف نبوه محمد ما بناخدش بالنا منها، ايه هي؟ في موضوع السم اللي سمته بيه اللي هي زينب بنت الحارس، فبيقول ايه؟ بيقول له خد بالك المجادلين القدماء كانوا حلوين قوي. ليه؟ لانهم بيفهموا لاهوت دفاعي، يعني لانهم اصلا بيفهموا كتاب مقدس، فاللي بيفهم كتاب مقدس كويس بيعرف ينتقد باقي الاديان. ليه؟ لانه عنده خلفيه لاهوتيه تسمح ليه ان هو يعرف ينتقد الفكر الاخر. لو سمحت يا شباب كبسوا، التكبيس ضعيف جدا يعني عايزين نوصل 100,000. انا عايز اوصل 100,000 لو سمحت في كمان ربع ساعه كده. فبيقول ايه؟ وكذلك السم او السم الذي سمته به زينب بنت الحارس اليهوديه زوجة سلام ابن مشكومة اليهودي في شاه مشوية. خد بالك اللي هو الحديث اللي هو حتى عند المسلمين في الأحاديث نفس اللي بيحكيه عبد المسيح الكندي. فبيقول له فكلمته الزراع، لما بيقول لك ان الزراع الشاه كلمته يعني، وأكل معه بشر ابن البراء ابن معرور فمات. خد بالك يا ابو احمد، ركز. الرجل اللي مات معاه الصحابي اللي مات لما كان معاه. فبيقول لك ايه؟ السم دلوقتي دي شاه مسمومه والزراع كلمته واكل معه بشر ابن البراء ومات. وان السم الذي لم يزل يدب في بدن محمد كان سبب موته. لما هي قالت ايه؟ لما قال لك هذا اوان انقطاع ابهوري وكده، يعني عبد المسيح كندي عارف دي. فهل خد بالك بقى السؤال هنا، فهل سمع الكلام من الزراع وحده أم سمعه من كانوا بحضرته؟ يعني لما الشاه كلمت محمد هو سمع الكلام لوحده ولا الناس كلها سمعت؟ فإن كان سمعه هو وحده فلما لم يمنع ابن البراء من أكل طعام مسموم حتى لا يموت؟ سؤال منطقي جدا، يعني لو هو سمعه لوحده طب ليه ما قالش يا ابن البراء اوعى تاكل هتموت لما الشاه كلمته يعني؟ طيب وهو رجل من اصحابه اختصه بالاكل معه، وكيف استحل ذلك واستجاز كتمان قول الزراع له انها مسمومه؟ وان كان جميع الحاضرين سمعوا كلام الزراع فكيف لم يمتنع ابن البراء من الاكل وهو يسمع الزراع تقول لا تأكلني لا تأكل مني فإني مسمومة؟ فبيقول له هنا مفيش إلا طريقين، أما أن يكون سمعها وحده وكتم ذلك غدرا، وأما أن تكون الجماعة سمعته فلما لم يمتنع ابن البراء من ذلك الأكل؟ ولعل ابن البراء أكل السم ثقة منه بأنه يأكل مع نبي مستجاب الدعاء إلى آخره. فبيتكلم هنا فلماذا لم يدعو محمد ربه فيجيبه كعهدنا بالأنبياء في إحياء الموتى، زي مثلا إيليا النبي قد أحيا ابن أرملة الأرملة بصرفة، لا في ملوك الأول 17، وهكذا أليشع تلميذ إلي أقام ابن الشنامية من الموت في ملوك الثاني 4، وقد فعلت الأنبياء مثل هذا مرارا كثيرة إلى آخره. فبيقول له فين هنا محمد؟ يعني لماذا لم يقم هذا الرجل من الموت كعهد الأنبياء في العهد القديم؟
والشاه هنا الشاه اللي كلمت محمد قالت له اوعى تاكل مني، اوعى تاكل مني انا مسمومه. طب هو سمعها لوحده ولا سمعها كل الحاضرين؟ لو سمعها لوحده ليه ما قالش البشر اسكت يا بشر، اوعى تاكل يا بشر هتموت؟ طيب ولو كله سمعها ليه كل البشر ومات؟ فدي لما تيجي تحط هذا الموقف في مقاييس النبوة يستحيل يكون هذا الرجل مؤيد من الروح القدس أو مؤيد من الله، مستحيل. فده برضو من ضمن الأمثلة اللي تضرب نبوة محمد. نعم في مقتل فضل. هذا بأكد حديث قال النبي، قال من تصبح بسبع تمرات لا يؤثر به السحر ولا لا يؤثر به السم ولا السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش مسحورا ومات مسموما. هاي من النبوات اللي بتفضح كذب النبي محمد. قال من تصبح بسبع تمرات لا يؤثر به السم ولا يمسه لا يمسه الجن، يعني ما بيتأثر فيه الجن ولا بيأثر السحر ولا بيأثر فيه السم. لكن نعم السم، لكن النبي إخواني عاش مسحورا ومات مسموما. الله عليه وسلم. يعني ما نعرفش يعني إزاي يعني بصراحة. نعم. هذا الرجل أعماله كلها حبايبنا الغاليين إخواني الطيبين. هل ترى ممكن إله قو كان عندهم أخلاق يجردهم من أخلاقهم؟ يعني الأخلاق القتالية اللي كانت عند العرب وقت اللي كانت تغزي كان عندهم قيم وأخلاق ونظم ماشيين فيها. إجا النبي محمد غير هالنظم وجاب أوسخ منها، جاب أدنى منها بالنسبة للأخلاق والإنسانية. المرأة المحصنة ما كانوا يقربوا عليها؟ النبي محمد بحسب سورة الطلاق 24 قال له لا بتقربوا عليها. كانت العرب في الجاهلية عندها قاعدة، الإبل لا تنكح صغارها، يعني المرأة لا تزوج إلا ما عندما تكون جاهزة لحل الإنجاب وتكون واعية وكبيرة امرأة ما صغيرة. لكن النبي محمد تزوج عائشة من 6 سنين ونزل نص قرآني أنه الطفلة تزوج ولو كانت عبين ريوم وما بيطاع إلا لما تحتمل الوطأ. تخيلوا على هالقيم اللي جابها النبي محمد للمجتمعات كلها. شو بيقول لك؟ وإنك لعلى خلق عظيم. كذا مرة ولفترات كثيرة بقول لحبايبنا المسلمين أعطونا خلق من خلق محمد للبشرية. جماعة ما في، لا في أخلاق، لا في مسامحة، سؤال، لا في شيء من القيم والمبادئ الإنسانية. في لهد المجتمعات، في لتشريد الناس، في للقتل والبطش والإجرام واستحلال له الميزات اللي اجته للنبي محمد. منشوف ما في نبي وصل له غير هو. ليش؟ إذا بالنكح ولا بالمال ولا بكل هالأمور. حتى إلهه صار يشتغل خطابة عنده حسب القرآن. خلى أمة الإسلام أي امرأة بيحط عينه عليها حسب سورة الأحزاب 50 بتكون إله. هي كلياتها إله. هون منشوف مين بيقوم بهالأعمال هي حبايبنا الغاليين؟ كان زعماء المافيات أو اللي إجوا كزعماء كانوا دكتاتوريين على شعوبهم عبر التاريخ. اللي بيخالف أمرهم بده يقتل. حسب الحديث اللي قاله النبي بعشت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي والخزي والعار على من يخالف أمري. تخيلوا هذا النبي. هل في شيء من الله بيبعث نبي لحتى يكون بهالإجرام هذا وهالبطش هذا حسب الحديث؟ يعني إذا بنقرأ الحديث بنشوف الزعيم ما فيها خالص أخواني. لهالسبب نحن عم نرفضه. أنا بدعي كل الأخوة المسلمين رد بكرر تقرأوا القرآن والسنة. وأنا واثق ما بتخلصوا قراءة إلا بتكونوا تركتوا الإسلام تركا مبينا.
شايفين؟ نحن لساتنا بالنقطة الرئيسية حبايبنا الغاليين، ليش لا نقبل محمد كندي؟ نتمنى من أي أخ مسلم موجود معنا من اليوم إلى يوم الدين يأتينا بشاهد واحد على نبوة النبي محمد. لما بتقولوا لنا بإلكم القرآن، ما هو القرآن هو جاي لمصالح محمد أكثر شيء. أبدا. أي مسلم إخواني من اللي معانا يعطينا أي شاهد بهالشيء. تفضل حبيبي هولاك، وإذا عندك نقاط حول النقطة كمان تفضل. جميل جدا، بشكرك يا أبو أحمد، وبرضه أنت اديتني ممكن يكون موضوع الحلقة الجاي نقدمه أنا وأنت برضه. هل الإسلام أفضل من الجاهلية؟ لأن ده وهم كبير جدا، ده وهم كبير جدا. هنتكلم فيه تفصيلا أن العصر اللي بيسموه جاهلي كان أفضل وأشرف بكثير جدا من العصر الإسلامي. عايز عنواننا، خليها العنوان لأنه في كثير نقاط. تمام، أنا عايز أتكلم في نقطتين. نقطة أن محمد استخدم القوة، في مقولة لعبد المسيح ابن إسحاق الكندي. أنا ليه معلق على الراجل ده؟ إن الراجل ده معظم اللي قاروا حتى الرسالة بتاعت الكندي إلى الهاشمي ما بيستخدموهاش في الجدال. لازم الراجل المحاور بتاع الإسلاميات يكون سلس ومرن، واللي أهم من المعلومة وتطوير المعلومة واستخدامها. ما تاخدش المعلومة جامدة، لازم تكون بتعرف تستغل كل حاجة انت قريتها عشان تعرف تشتغل على توصيل رسالتك. قال ايه؟ قال حاجة في منتهى الجمال، ودي لازم يتفتح لها الكاميرا علشان بعد كده ادخل في حاجة جميلة جدا. انت ذكرت نقطة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، دي برضو تنسف نبوة محمد. هاي خليني أقراها أنا هاي إذا عملت. تمام تمام، عشان أقول لك رأي العلماء فيها إيه، لأن أنا فتحتها مع القصة فرحان الحكاية دي في الوحي الإلهي. هيك أقراها خلينا الناس تستمتع فيها يا عم، هنخش فيها. أصبر أصبر، هنخش فيها لسه لما أقول لك اللي أنا عايز أقوله لعبد المسيح. هنخش فيها دلوقتي حالا، وهخلي حضرتك تقراها واحدة واحدة. كبروا للشاشة يا جماعة، بصوا المقولة دي، المقولة دي لعبد المسيح الكندي تتبروز تتبروز وتتحط كده برواز تتكتب كده. قال لك ايه؟ لقد عمل مسيلمة الحنفي او الحنيفي، لقد عمل مسيلمة الحنيفي أو الحنيفي يعني أو الحنيفي، لقد عمل مسيلمة الحنيفي والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وغيرهما مثلما عمل صاحبك. يعني بيقول له إيه؟ بيقول عبد الله بن إسماعيل الهاشمي، بيقول له إن الأنبياء الكذبة عملوا زي ما عمل محمد، مسيلمة الكذاب اللي انتوا بتقولوا على كذاب، والأسود العنسي وطليحة بن خويلد عملوا مثلما عمل صاحبه. وأشهد أني قرأت مصحفا لمسيلمة لو ظهر لأصحابك لرد أكثرهم. بقول له أنا قريت مصحف لمسيلمة، لو ظهر للمسلمين هيرتدوا كلهم من قوته، إلى أنه لم يتهيأ لهؤلاء أنصار مثلما تهيأ لصاحبك. يا له على الجمال، يا له على جمال الكلمة دي. بيقول له أن الأنبياء الكذبة دول عملوا زي ما عمل صاحبك محمد. وأنا قريت مصحف لمسلم ابن حبيب أفضل من قرآنكم، ولو ظهر للمسلمين هيرتدوا، لكن لم يتهيأ لهؤلاء أنصار مثلما تهيأ لصاحبه. يعني ما كانش عندهم أتباع زي ما كان لمحمد أتباع. لو كان عندهم أتباع زي محمد من الصعاليق وإلى آخره كان زمانه محمد ده في عالم النسيان. تتبروز
الراجل ده فهم الإسلام الحقيقي. يا أبو أحمد معك المايك وقول لنا. يا ريت كل أمة الإسلام تفهم معنى الكلمات، حتى بقانون المعارك والقتل في أخلاق، لكن عند النبي محمد مستحيل يكون في أخلاق. أخوان شو بتقول الآية؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. شايفين حبايبي؟ منرحب بالأخ سام أو خالو، صار اسمه خالو، أحلى اسم خالو. تحياتي أخ سام، كيف حالك؟ كانت في الإسلام السياسي من كم يوم، وكيف نشأ الإسلام، وهل الإسلام نشأ كدين فقط بدون دولة؟ فاللي أنت بتقوله ده كله بيعضد نفس الفكرة إن الإسلام نشأ كدين كدولة الأول، هو كان الغرض منها سياسي، وبعدين حاولوا يحطوا صبغة دينية يغطوا بيها الأفعال الإجرامية اللي عملوها، لأنهم طبعا كانوا عشان يكونوا دولة كانوا بيغزوا، هذا كانت الصبغة أو الغطاء اللي غطوا بيها إن هي غطاء ديني والله ومش عارف إيه، واخترعوا هذا الله واخترعوا هذه القصة، ولم يكتب القرآن ولم يجمع القرآن في عصر محمد إلى أن مات محمد. حتى عمر بن الخطاب كان أبو بكر بيقول لعمر بن الخطاب كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله؟ يعني هو ما قالناش اجمعوا القرآن وما قالناش اكتبوا القرآن، أنت على أي أساس بتقول نكتب القرآن ونجمع القرآن؟ هي كلها كانت فكرة سياسية بحتة. أنا بيتهيألي أنا الصوت عندك تعبان حبيبي سام. نعم النبوت ومش عارف يعني اللي عم يقوله أخونا سام. نعم قديمة اللي هي كانت بتتكلم عن التو، أنه الإسلام كان دولة ودين، مش دين ودولة. كانت زي فكرة الفتوة اللي يحمل قبيلة. سام كان دولة فيه، بدأ كدولة وسياسة وبعدين حطوا عليه. سام عم يقطع الصوت عندك، عم يقطع الصوت عندك حبيبي، تسمعني سام؟ هي النت أفضل يعني. عم يقطع الصوت عندك، ما بعرف يمكن تكون برا أو بعيد شوي على الانترنت أو شيء، بس جهز. يعني أخونا سام كان عم يقول مقولة وكتير نحن بنعرفها بالإسلام السياسي، أنه الإسلام ما كان دين ودولة، لا، دولة ودين. يعني بيجوا بيحتلوا البلد بعدين بيفرضوا إسلامهم عليها، مش بيجوا بالتبشير وبتعاليم الإسلام لحتى الناس تقول بدنا دولة إسلامية، لا، بيفرضوا الدولة الإسلامية بالسيف على الناس وبيسبوهم، بعدين بيفرضوا شروط الثلاثة: أسلم تسلم، أو تدفع الجزية وأنت صاغر، أو نقتلك وناخذ أموالك غنائم ونساءك سبايا. هذا هو قانون الإسلامي السياسي اللي هي عم يقول عنه أخونا سام. نعم فضل حبيبي ولا أخوه. تمام، أنا كنت عايز أقرا لنا الآية اللي هي بتقول لك في سورة الأنفال والآية 65 و66، يقول لك إيه دي اللي أنا كنت عايزك تقراها، مش اللي هي قاتلوهم يعذبهم الله إلى آخره. سورة الأنفال 65 و66 أخواني. بتقول إيه؟ هلا طال لك يا حبيبي لحظة بس. أوكي. لأني الآية الأولى عكس الثانية. الآية الأولى عكس الثانية. ففي هنا فيها كارثة كبيرة جدا تنسف نبوة محمد، هنتكلم فيها دلوقتي، بس اقراها لنا لو سمحت. بس طالعوا الاثنين مع بعض. هي الان علم الله ان فيكم ضعف. ايوه هي اللي شفتها وحاططها على الباب الاولانيه، بتقول
الثاني حافظ عن ظهر قلب ال 65، خليني طالعها من ال شو اسمه ال 65 أرانا الأنفال 60. عندك جاهز يا راح حبيبي، هو لكم مع 60 65. نعم شو بتقول يا أيها النبي؟ شوفوا شلون لازم تقروها بالصيغة الرئيسية يعني يا إخواني. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أن يكون منكم 20 صابرون يغلبون 200، وأن يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا وأنهم قوم لا يفهمون. شايفين؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. شو عم نشوفهن نحن أخواني؟ الآية الثانية بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. شايفين أخواني؟ إن يكم عفوا الآية الثانية بعد كده قال له فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 200، نعم. وإن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله. يعني هنا دلوقتي كان عبارة عن الواحد من المؤمنين يغلب 10، بقت واحد يغلب 2 بس. طيب عايز أديك المهم في الموضوع. يا أخوي شو بتقول ال 66؟ الآن صفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله، وإن الله والله مع الصابرين. بالآية اللي قبلها شو كانت إخواني؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. شايفين أخواني؟ إن يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بأنهم قوما لا يفهمون. تخيل بين الواحد مقابل 10، بعدين صار الواحد مقابل 1. هل هذا عنده شيء من النبوة إخواني وحبايبي الغاليين؟ نعم تفضل حبيبي. ولا نبص بقى المشكلة في إيه بالظبط. الحمد لله احنا وصلنا 100,000 يا شباب، بشكركم جدا. انا احب دايما البث بتاعي يتقفل 100,000 والهدف يتقفل، احب دايما البث بتاعي يبقى على اتم وضع. طيب بصوا، حد يكبر لي الشاشه لو سمحت. بصوا العلماء قالوا ايه في الكارثه دي. هنا ده أرشيف ملتقى أهل التفسير، فبيتكلموا على السورة دي اللي هو سورة الأنفال 65. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200، وأن يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا، إلى آخر الآية. بقول لك وهذه الآية منسوخة. ليه؟ بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم. خد بالك من القنبلة دي علشان ما حدش بياخد باله منها. بقول لك وقد فهم الصحابة هذه الآية على أنها ناسخة التي قبلها، وصرحوا بالنسخ، وكذلك كبار المفسرين من السلف رحمهم الله صرحوا بكون هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها. ليه يا أبو أحمد؟ ليه؟ لأنهم عارفين إن ده يضرب نبوة محمد. ليه؟ لأن القول بالنسخ هو الذي يمكن به التخلص من التناقض والإشكال. هنا في تناقض كبير، الواحد يهزم 10 يعني 10
بعدين واحد بقت خلات بقت نسبة من 1 إلى 10 إلى 1 إلى 2. فبقول لك إن القول بالنسخ هو الحاجة الوحيدة اللي يمكن التخلص به من التناقض والإشكال، وأما بدون القول بالنسخ فلا نتخلص من هذا الإشكال المانع من نسخها لكونها خبرا. دي مصيبة سودة. ليه؟ لأن ده خبر نوع من الترقيع اللي ما له أصل، لأن ده خبر. خبر يعني الأخبار لا تنسخ. نعم. يعني ينفعش تقول لي نسخت قصة يوسف، دي أخبار يعني التاريخ لا ينسخ. زي المسلمين لما يجي يقول لك حروب العهد القديم وكده، دي أخبار، يقول لك أنتوا نسختوها بالعهد الجديد، دي أخبار. الأخبار لا تنسخ، ده تاريخ، فالتاريخ لا ينسخ. عشان برضو يتخلصوا من دي رقعوها تاني، قال لك أما بدون القول بالنسخ فلا نتخلص منه الإشكال المانع من نسخها لكونها خبرا، وهو كون الآية ليست خبرا وإنما هي أمر جاء في سورة الخبر. يعني قال لك عشان يتخلصوا كمان من ده خبر، يعني من الأخبار لا تنسى، فرجاء قال لك لا، ده إنما هي أمر جاء في سورة الخبر، كما ذكر ابن جرير الطبري وابن حجر العسقلاني رحمهم الله. فهنا هذا الرجل لا يمكن يكون نبي من عند الإله الحقيقي، لأن لو الراجل ده نبي من عند الإله الحقيقي يبقى الواحد يهزم ألف والإسنان يهزمنا ربوة، ما يقول لهمش الآن خفف الله عنكم. يعني في العهد القديم حتى تبص تلاقي إن في بعض الحروب ربنا فضل ينزل من الجيش لحد ما نزل 300 شخص وحاربوا ألاف مؤلفة وهزموهم. هكذا تكون مقاييس النبوة، إن الله يؤيد شعبه حتى في الحروب. يا جماعة يعني حتى في الحروب أنت ممكن تثبت هل هذه الحرب مؤيدة من الله ولا لا، حتى في الحروب. فأنبياء العهد القديم احنا عاهدنا عليهم إن هم الله بينبئهم بأشياء لم تكن معلومة في المستقبل، ويأتي المستقبل مصدقا له لما قالوه. إنما فين هنا محمد؟ ما فيش. أديكوا مثل تاني نشرحه بالبلدي كده. مرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو أحمد معد على ناس، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. الله يخليكم، يا جماعة بتعملوا ايه؟ فلقوهم ان هم بيلقحون النخل. تمام. قال لهم انتوا بتعملوا يا جماعه؟ قال لهم احنا بنلقح النخل يعني يا رسول الله. يعني قال لهم لا 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 لا، ما تعملوش كده، ما تعملوش كده ابدا يعني. فالناس سمعوا كلامه فاكرينه نبي بقى، فتركوه. بقول لك فنفضت او نقصت. فبعد كده معد عليهم، السلام عليكم. محدش رد عليه. ايه يا عم في ايه؟ خلي بالك ده في الكلور، هي مش موجوده في الاحاديث. راحوا لعنده قالوا له خربت بيتنا. فبعد كده قالوا له يعني بقول لهم في يا جدعان، انتم مبوزين في وشي ليه كده؟ انتم بتردوش للسلام. فقالوا له يا عم احنا سمعنا كلامك، وسمعنا كلامك ويعني وعملناش النخل وكده، والنخل طلع شيس وباظ. قال لهم انتم ادرى بشؤون دنياكم. طب بتفتي ليه؟ بتفتي ليه يا عم المفتي؟ عامل لي بروفيسور في كل حاجه. يعني افتى لما تيجي تسال مسلم في ده، هو يجي يقول لك اصل ما هو قال لهم انتم ادرى بشؤون دنياكم، انما الحاجه اللي في الدين انا شغال معاكم. هذا هو الترقيع بعينه، لأن الراجل ده فتى في كل حاجة، في تكوين الجنين وازاي يبقى ذكر وازاي يبقى أنثى، والشمس بتغرب فين ومش عارف ايه. طب ما ده أمور دنيان، اشمعنى دي اللي فاتت فيها يعني؟ فبيقول لك ايه، تعالى نقرأ الحديث سوا كده ونضحك شوية، يعني نعتبره فصل فكاهي يعني. يعني حاجة غريبة جدا من هذا النبي يعني، أو مدعي النبوة ده يعني. في عنا اعلان حبيبي اولاكو لو سمحت.
طيب ماشي. إعلانات أخواني لأنه تأخرنا على إعلانات لازم. طيب اقروا الإعلانات أخواني. أنا بالنسبة لي بتمنى من الجميع اللي بيقدر يساهم في دعم قناة الآرامية اللي تضل عم تبث، لأنه هي مش منظمة ربحية، هي يعني منظمة فقط لقناة لخدمة الرب يسوع المسيح، وهي عم تقوى بدعمكم وبركاتكم لحتى تضل واقفة عم توصل رسالتها للعالم أجمع أخواني الغالي. الرب يبارككم. نعم تفضل حبيبي هولاكو أقرأ. تمام. في صحيح مسلم ادي اهو، خليني افتح الكاميرا عشان هناخد مثالين كمان ونقفل النهارده كده كويس قوي. يعني افتحوا لي الكاميرا لو سمحت. بيقول لك ايه في واحد اسمه سليمان بيقول لك اقرا نشيد انشاد امام الجميع، ما فيش حاجه عيب لا تخجل. ايوه اطلع لي كده وانا هقرا لك نشيد حبيبي سليمان. تعال هلا بعد ما نخلص الباس لعندي، انا عندي مسيحيات اليوم، وانا او الاخ هولاك راح نقرا لك نشيد الانشاد كاملا. تكرم تكرم حبيبي، تفضل حبيبي هولاك. بقول لك ايه، قدم نبي الله المدينة وهم يؤابرون النخل، يعني عم يلقحوا النخل. يؤابرون يلقحون، يعني يقولون يلقحون النخل. فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فحصل فنقص. قالوا فذكروا ذلك له. فالمفروض بقى ايه يعني، ده نبي بقى من عند الله يعني. فلهم فقال انما انا بشر، اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوه به، واذا امرتكم بشيء من رايي فانما انا بشر. قال عكرمة الى اخر. طب بتفتي ليه يا عم المفتي؟ الراوي رافع ابن جديق المحدث مسلم، المصدر صحيح مسلم، الصفحة 3362، خلاصة حكم المحدث صحيح. ده بيفتي ليه؟ لو ده نبي حقيقي عمره ما هيقول فتوى إلا بعلم. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، الراجل ده خرب بيوت الناس دي، عوضهم بعد كده على المصيبة اللي حصلت لهم؟ لماذا لم يخبرها الله ان النخل هيبوظ، او انه او حتى لو هو فتوته غلط علشان لجل النبي ولجل خاطر النبي الله يخليه ثمر يثمر اكتر. يعني مثلا صموئيل النبي والمثل ده قلناه لما جاله شاول عشان الاتام بتاعته كانت هربت، قال له ايه؟ قال له انت هتلاقي الاتم بتاعك وتبقى لك شأن والى اخره. هنا افتى في امور دنيا انك هتلاقي الاتم بتاعك. دايما انبياء العهد القديم تنبؤوا بحاجات في امور دنيا، انك هتبقى كويس وانك انت كذا وانك انت كذا. حتى النبوة اللي في كعقوبات مثلا لما قالوا قال داود نسان النبي ان الدم مش هيفارق بيتك والى اخره. فهكذا تكون مقاييس النبوة. خلاصة حكم المحدث صحيح، أن النبوة تكون تحصل مع الناس أخوان، مش نبوة بس من قيل والقال. هنا فين مقاييس النبوة؟ محمد حصلت بدنا نشوف حبايبي، فقط بدنا نبوة واحدة للنبي محمد حصلت يا أخواني الغاليين. هذا اللي بنتمناه من الجميع. يا نعم. فانا بستغرب من هذا الرجل اللي هو بيفتي في امور مش بتاعته. نعم. ويقول لك ان الرعد ده ملك من السحاب وفي السحاب والكلام ده، وفتى في كل في في
في الطقس والمناخ والجنين والعلم، فتى في كل حاجة. راجل مدعي نبوة، راجل بيدعي النبوة وبيتكلم على الله والله لم يخبره بشيء. من الأمثلة التانية الرائعة جدا جدا، خد بالك من القنبلة دي، لأني في غزوة أحد حصل حاجة تدل أن هذا الرجل لا يمكن بكل حال من الأحوال إن هو يكون نبي من عند الإله. هل ممكن نوصل ل 150؟ فضل لنا ربع ساعة. هل ممكن نوصل ل 150 ألف يا أبو أحمد؟ أبو أحمد ركز معايا. لا لا ما بظن أخوي، لأن ما ضل الوقت يعني صفيان أقل من ربع ساعة. طيب تمام. أنا حابب الإخوة، أنا أقول مثل تاني وبعد كده نكون إن إحنا خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة. وضيع عن أعمال النبي محمد حبيبي الغالي. يعني مثل بدك تجيبه عم تفرجينا إن عم يثبت لنا ولكل المسلمين إنه هذا الشيء ما هو من الله. نعم. مرة يا أبو أحمد في غزوة أحد حصل حاجة غريبة كده، تعالوا نقراها سوا ونشوف هل الرجل ده ممكن يعدي من مدخل النبوة حتى. يعني لو في عمارة كده للنبوة، الرجل ده ممكن يعدي من باب النبوة حتى؟ مش هيسكن فيها طبعا، ولا الرجل ده لا يمكن بكل حال من الأحوال إن هو يكون صادق. بصوا من في شرح السيوطي لسنن النسائي، جلال الدين السيوطي طبعا ده نار على العالم يعني، فبيتكلم على في غزوة أحد حصل حاجة غريبة جدا. شرح السيوطي فبيتكلم إيه بعد العنعنات عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، ولى الناس يعني هربوا يعني، كان رسول الله من ناحية في 12 رجل من الأنصار، كان معاه 12 رجل وفيهم طلحة ابن عبيد الله، فأدركهم المشركون فالتفت رسول الله وقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال رسول الله: كما أنت. فقال رجل من الأنصار، قال له: خليك أنت يا طلحة أنا عايزك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل. أو ماي جاد، أنا حابب أن نقف هنا لو سمحت قبل ما أكمل. أنا حابب أن نقف هنا قبل ما أكمل لحاجة جت في بالي لازم أقولها، علشان الرجل ده مدعي النبوة الأناني الشرير اللي خلى الناس تموت علشانه. لما برضو في حديث تاني قال: من يردهم عنا وله الجنة. الراجل بيضحي بالرجالة بتاعته من أجل إن هو خايف على نفسه. وبالنساء افتكرت كمان حبيبي راح اتخبى ورا النساء غزوة أحد. نعم تمام. أنا مش عايز ده كله، أنا عايز اللي أنا أركز على حاجة مهمة جدا افتكرتها دلوقتي في إنجيل يوحنا 10 الآية 10 و11 و12 و13 و14. مفارقة رهيبة جدا افتكرتها دلوقتي وأنا معاكم، لما المسيح قال إيه؟ شوف الراجل اللي بيقول من يدفعهم عنا وله الجنة وسايب الناس تموت من أجله. المسيح عمل مفارقة بينه وبين هذا الرجل في إنجيل يوحنا 10، قال لك إيه؟ السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
خد بالك، أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، زي ما حصل مع محمد كده، لأنه هو يموت قال من يردوم عنا وله الجنة، وخلى الناس تموت من أجله. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خصتي وخصتي تعرف. هل المسيح عمل كده فعلا؟ آه، في جاثسماني في ليلة القبض على يسوع، لما جم يقبضوا عليه وعلى التلاميذ، قال لهم اتركوا هؤلاء خدوني أنا. هو ده الراعي الصالح، هو ده الراعي الصالح، قال لهم دعوا هؤلاء يذهبون خدوني أنا. ده الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أما محمد، وقول لك في صحيح مسلم أن رسول الله أفرض يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، قال من يردهم عنا وله الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيق، فتقدم رجل من الأنصار فقتل حتى قتل 7 اتقتلوا دفاعا عن هذا الرجل الجبان مدعي النبوة. خليني أقرأ تاني أكمل الحديث، أنا بس استوقفني ده لأني لقيت حاجة بترن في دماغي كده، أن أنا أقارنه ما بين موقفه في غزوة أحد وموقف يسوع المسيح تبارك اسمه في جثسماني. كبروا لي الشاشة تاني معلش. وإني احنا وصلنا عدنا 100,000، وأنا أحب الباس بتاعي يكون قفلنا كل حاجة، الهدف وال100,000 وكل حاجة. ركزوا معايا. ففي غزوة أحد، كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله من ناحية في 12 رجل من الأنصار وفيهم طلحة، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله قال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقال له، وخف على طلحة يعني، كما أنت اسكت أنت. فقال رجل من الأنصار أنا رسول الله، فقال له اتكل أنت على الله حتى قتل. ثم التفت فإذا المشركون، فقال من للقوم؟ فقال طلحة، قال له اسكت أنت يا حج. فبعد كده برضو اتقتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك. ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقال طلحة فما بقاش إلا طلحة بقى، روح أنت بقى اتكل على الله. فقاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت، فاتقطعت إيديه، فقطعت أصابعه، فقال حث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا ابني ليه؟ لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم أرد. أنا مش أقول لو النبي طب ما قلتلوش ليه قول بسم الله؟ ما قلتش ليه للرجال اللي قبلهم قولوا بسم الله والملائكة ترفعهم ويرد المشركين؟ بالذمة ده نبي، بالذمة ده نبي، بالذمة ده نبي. ومستحيل بعد الحديث ده مسلم يطلع يرد جواب منطقي يشبع العقل والذهن لناس أهل كتاب زينا. عشان يحموك يا جبان
يا نبي أيها النبي الجبان الكذاب. ده لو نبي حقيقي كان هيعمل كده، كان يقول للناس مين يردهم عنا وليه الجنة ويقدر. فين القائد ده؟ وبعد ما الراجل تفضل وطلحة بن عبيد الله يتفضل هو، قال له طب اتكل على الله بقى ما انا مش هموت. فالراجل اتقطعت اصابعه بس ردهم، قال له انت ما قلتش ليه بسم الله من الاول، كانت رفعتك الملائكه. لا ما عرفتكش انا، عرفتكش انا كده. طب ما قلتلوش ليه من الاول، يعني انت ما قلتلوش ليه من الاول يقول كده. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، النبوه الراجل بعد الحدث، قبل الحدث ما في نبوه بالظبط. نعم بالظبط. فأنا بستغرب من هذا الرجل. يعني أنت دلوقتي قلت، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، إذ كان الرسول يعلم الحل ليه ما قالوش من الأول؟ أين مقاييس النبوة ألا وهي علم الغيب المستقبلي، أو علم الغيب الماضي وعلم الغيب المستقبلي؟ إن الأنبياء بتنبئ بالحدث قبل أن يكون، ثم يأتي الحدث مصدقا له، هكذا تكون مقاييس النبوة. نعم. لماذا لم، السؤال هنا اللي بيطرح نفسه لأي مسلم، لماذا لم يقل رسول الإسلام الحل مسبقا قبل ما الرجل يتقطع إيديه؟ أو النبوة قبل ما يقع الحدث، أي نبوة قال قبل ما يقع الحدث؟ فكل اللي احنا الحلقة النهاردة كانت دسمة. نعم. قدمنا فيها موضوع دلائل النبوة لنبي فرض دعوته بالقوة. الراجل ده فرض دعوته بالقوة على الناس، مش زي مثلا لما احنا اتكلمنا في قيامة المسيح واثبتنا بالدليل والبرهان ان المسيحية المبكرة انتشرت بالقوة، لكن قوة الكلمة وقوة الكرازة وقوة الإيمان، بعكس محمد اللي احنا اتكلمنا على دلائل نبوته وان هو فرض دعوته بالقوة، زي ما قال عبد المسيح ابن إسحاق الكندي: لقد عمل مسيلمة الحنفي والأسد وأني قرأت مصحفا لمسيلمة، لو ظهر لأصحابك لرد أكثرهم، إلا أنه لم يتهيأ لهؤلاء أنصار مثلما تهيأ لصاحبه، اللي هم الصعاليق اللي احنا اتكلمنا فيهم الأول. أرجو أن الحلقة تكون عجبتكم النهاردة، وأرجو أن الناس تكون استفادت النهاردة من حلقة النهاردة. نعم. وموضوعنا يعني الموضوع كان اليوم، حطينا عدة نقاط أخواني الغاليين ووضحنا عدة نقاط. الرب يباركك أخي وهولاك، وشكرا كثير لك ولتعب محبتك حبيبي الغالي. شوفوا أخواني، القصد من كل كلمة قلناها نحن للمسيحيين وللمسلمين معا، أنه يبينوا هالنقاط اللي نحن عم نحكيها، مش نحن عم نحكيها عبس أو هباء منسورة. طيب تفضل اقرأ الإعلانات أخوي هولاكو. مفروض أنت اللي بتقراها بس عشان أنت اللي تقرأ. طيب مفيش مشاكل. برنامج يسوع المسيح أم محمد؟ التكفير لسه ما قرتهاش. التكفير سوري رجع لي بس الصورة اللي فاتت. التكفير أم إيه يا أبو أحمد؟ أنت هتقدم برنامج اسمه إيه؟ بكرة إن شاء الله، بكرة أنا والأسيس سابق. التكفير يقود للتفجير. أنت اللي عمل العنوان ده؟ بقيت تعمل أنت سجع الكهان زي محمد، التكفير والتفجير. نحن بتعرف أنا من الناس اللي بحب أحكي على القادة، شكرا كثير. الأربعاء توقيت أوروبا حبايبي الساعة 9 مساء. نعم تمام جدا. بكرة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. اللي بعده، نعم توقيت شرق أوروبا، بدي شرق أمريكا، شرق أمريكا في 10 مساء، وبغداد 10 مساء، والقاهرة. البرنامج المسيح الملك، المسيح الملك الأربعاء بكرة برضو.
12 ظهرا بشكرك يا أبو أحمد على تقديم الحلقة. نشكر إلهنا، نشكر رب يسوع المسيح. تفضل أقرأ حبيبي، أقرأ. المنعطفات الصعبة للكنائس السبعة كما نراه في كنيسة اليوم. الخميس 20 يونيو التوقيت 10 الساعة 1 ظهرا شرق أمريكا، 9 مساء توقيت القاهرة، 9 مساء توقيت القاهرة، وبغداد 5 مساء وأوروبا. هي تقريبا بغداد زي القاهرة ولا ايه بالظبط؟ لا مثل القاهرة بس أوروبا لا في فرق بيننا وبين 5 مساء أوروبا. ازاي 5 مساء أوروبا؟ معلش لاني يعني بكون 6 مساء نفس التوقيت اللي هو عم في ساعة عم ياخذوا على التوقيت الشتوي تبع أوروبا. نعم تمام جدا، تمام جدا. من تقديم الإخوة الأسماء صغيرة شوي. تفضل اللي بعده. أخوي المبارك. نعم بس مش المفروض ساعة بيننا وبين أوروبا؟ هو إزاي 5 و9؟ بس العراق لا. طب إزاي 5؟ هذا الإعلان رجاء فضلا وليس أمرا. هون اللي بيحب يتبرع على قناة الآرامية إخواني المباركين، الرب يبارككم يعطيكم الصحة والسلامة. قناة الآرامية قناة بحاجة لمشاركتكم ودعمكم لحتى تظل مستمرة بنعمة الرب يسوع المسيح وتوصل الرسالة والحق للعالم أجمع إخواني الغاليين. مين؟ بص أنا حاسس، سوري يا أبو أحمد معلش، التوقيت فيه غلط، لأن تقريبا بيننا وبين أوروبا بين مصر وأوروبا ساعة، يعني توقيت الشرق الأوسط لو احنا عندنا 7 يبقى عندهم 6، فازاي هي 9 مساء المفروض يبقى عندهم 8 عندهم 5؟ ففي حاجة غلط. بدنا نشوف الأخ اللي عم يحطني يعني حتى اسمه. طيب أخواني المباركين، الرب يبارككم يعطيكم الصحة والسلامة. شكرا كثير لكم، شكرا للاخوه اللي دعموا، شكرا للاخوه اللي عم يدعموا قناه الاراميه. الرب يبارككم انتم بصلاتنا، وهذا رقم هواتف قناه الاراميه اللي بحب يتصل اخواني باي وقت، اي مداخله، اي شخص من شيوخ الاسلام بحب يناظر اي اخ على قناه الاراميه، هي الرقم كمان يتصل. كلياتنا جاهزين وكل الاخوه جاهزين للمناظرة وللحوارات الراقية، مش الحوارات اللي بنعرفها نحن من بعض الأخوة اللي بيفكروا حالهم بطريقة بيتمثلوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصير سب وشتم. لا، نحن بدنا حوارات تستفاد منها كل الناس أخواني الغاليين. الرب يبارككم ويكون معكم حبايبنا الغاليين. شكرا للأخ هولاك، وشكرا لقناة الآرامية، شكرا لكل أخ وأخت كانوا معنا عم يساهموا بالتكبيس وعم يساهموا بالدعم ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح أولا وأخيرا. حبايبي الغاليين في كل نقطة، شكرا كثير لكم. سلام ونعمة الرب يسوع المسيح. بعد 10 دقائق راح نفتح نحن البث تبعنا، واليوم راح تكون خدمتنا بالكتاب المقدس إخواني الغاليين. نعم تفضل حبيبي. ولكم خلاص احنا خلصنا، يعني لو حضرتك تختم لنا في صلاة انا خلصنا يعني. نشكرك يا رب، نمجدك، نعظمك، نشكرك يا إلهي لأنه وصلنا رسالتك حسب مشيئتك وإرادتك. يا رب الأرباب يا ملك الملوك، المس قلوب الناس، المس قلوب الخطاة، خليهم يعرفوك أنك الحق، والحق يحرر من عبودية الشيطان. الشيطان كأسد زائر يا رب، يبحث عن فريسة، وخصوصا في مجتمعاتنا اللي جينا منها، في مجتمعات الشر والشرور والقتل والبطش والإجرام يا رب. عم تشوف ببلادنا كيف الجريمة قوية والقتل والدمار يا رب، وكله عمل شيطاني. بدنا بقوة روحك القدس يا رب سلامك يعود على هالبشرية، سلامك يا أم
بدنا سلامك لحتى يعرفوك انك الحق يا رب، ويعيشوا بسلامك ويشعروا بالنعمة اللي أعطيتنا إياها، البركة اللي أخذناها. بنطلب باسم الرب يسوع المسيح يتبارك فيها كل خاطئ ويعرف سلام الرب يسوع المسيح لما بيؤمن فيه، يعرف خلاص الرب يسوع المسيح بالإيمان. إلهنا وفادينا ومخلصنا الرب يسوع المسيح، نشكر قناة الآرامية، نشكر الأخوة القائمين عليها، نشكر الأخوة اللي عم يساعدونا في إكمال هي الرسالة يا رب. نشكر أخونا هولاكو، نضعه بين إيديك يا رب يختم ويكون عطاؤه لمجد اسمك أنت يا رب. نصلي من أجل كل أخ وأخت سمعونا، كلمتنا تكون حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين كلمة الرب يسوع المسيح، ليعرفوا الحق والحق يحررهم من عبودية الشيطان. نصلي باسمك يا قدوس ولك كل المجد. آمين يا رب. آمين. آمين حبايبي آمين. ربي يبارككم يعطيكم الصحة والسلامة. سلام ونعمة الرب يسوع المسيح يملأ قلوبكم يا غاليين.